السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي فيزياء للصف الرابع العلمي، عندي حل أسئلة يعني مسائل الفصل السابع صفحة 132. السؤال الخامس حلينا أربعة، طبعا كل سؤال خليته فيديو بوحده. السؤال الخامس، وضع جسم طوله 4 سنتيمتر أمام مرآة محدبة نصف قطر، تكورها 20 سنتيمتر، فإذا كان بعد الجسم عن المرآة 40 سنتيمتر، جد نوع الصورة المتكونة وطولها ووضح إجابتك بالرسم. يلا عيني، متعودين احنا ناخذ المعطيات معطينا اتش 4، اتش يساوي لنا 4 سنتيمتر، يعني يقصد طول الجسم، وار نصف القطر 20. بعد ايش عندنا؟ اليو مطينا يا 40 سنتيمتر. يريد المجهول نوع الصورة، ها عيني، ويريد طولها، ويريد الرسم. هذا المعطيات. يلا عيني نبدأ على بركة الله. نقول القانون، القانون شو يقول لي؟ القانون يقول لي 1/v يساوي لنا 1/u زائد 1/f يساوي 1/u زائد 1/v. نقول 1/f يساوي، ها لازم نطلع قيمة f، لازم شو نطلع f؟ ليش؟ لأن الاف هي مجهولة ما مطينا إياها، فشو أسوي؟ أطلع قيمة f يساوي لنا نص في r، نص في r، خلينا نقط القلم، يعني نص في r. يلا نقول نص في r، f يساوي لنا نص الr، ايش قد؟ 20، خليلها مقامها 1، هاي بيها وحدة، هاي بيها شقد؟ 10، F يساوي لنا 10، طلعت F. هسه شو اسوي؟ نجي نطبقه على هذا القانون، 1/F يعني شو نقول؟ 1/10 سالب 10 يساوي لنا 1 واليو 40، 1/40 زائد 1/v مجهولة. تمام؟ هسه شو اسوي؟ هاي طبعا سالبة لأن مرآة محدبة، قايل 1/v يساوي لنا، يعني ننقل للطرف وتتغير الإشارة، هنا 40 ناقص 1/10. هسه شو نقول؟ نقول نوحد المقامات، 1/v يساوي لنا هنا 40، 40 كم 40؟ بها سالب 1 ناقص 40 كم 10؟ بها 4 في 1 4، 1/v يساوي لنا سالب 5/40. ها عيني اكو اختصار، مو اختصار، خلينا بعدين نضرب طرفين بوسطين. نقول سالب 5v يساوي لنا 40، v يساوي لنا سالب 5 جوا وال40. هنا عندي 8 في 5 40، هاي بيها وحدة، هاي بيها 8، اذا v يساوي لنا سالب 8 سنتيمتر. سالب 8 سنتيمتر، هذه سالب، الصورة خيالية. زين هسه خلينا بعد شنو بعد؟ خلينا هاي الورقة. زين هسه شو نقول؟ هسه ال H نطلع H فتحة على H يساوي لنا سالب V على U. اتش فتحة مجهولة على الاتش 4 يساوي لنا سالب 8/40، طرفين بوسطين. نقول 40 اتش فتحة يساوي لنا 32، اذا سالب 32. اتش يساوي لنا طبعا السالبات يروحن، 32/40 اتش يساوي لنا 32، حنقسم 32/40، هنا ما بيها 0، 8 في 0
لا ثمانية نضيف صفر، ثمانية في صفر صفر، ثمانية في أربعة 32، إذا صفر وثمانية سنتيمتر. زين هسه شو نسوي؟ طلعناها صفر وثمانية ها سنتيمتر. بقت لي شغلة واحدة اللي هي الرسم. الرسم راح نرسم بما ان الاف هنا وهنا السي هنا الاربعين. زين اذا نقول الاربعين وبعدين شو نسوي؟